فيا أهلا وسهلا ومرحبا بكم. فيا عشاق القصص، عدنا إليكم بقصة جديدة، فاستمعوا واستمتعوا حتى النهاية. كان يا مكان في قديم الزمان، وفي سالف العصر والأوان، ولا يحلو الكلام إلا بذكر الرحمن، والصلاة والسلام على نبينا العدنان. في الماضي السحيق عاشت ثلاثة إخوة من الجن من ذوي القدرة الخارقة. كان الثلاثة هم الوحيدين المتبقين من ضمن سلالة نادرة من الجن. أكبرهم يدعى زحل، وهو معروف بالحب وطيبة القلب، وقد عاش في مملكته المخفية فوق السحب. وأوسطهم يسمى أطلس، وهو مشهور بالحكمة وحصافة الرأي، وكان يحكم مملكته القابعة في أعماق المحيطات. أما أصغرهم يدعى شقيف، فكان حقودا حسودا سيء الطباع، إذا قام أخويه بنفيه إلى مملكة مهجورة في أعماق الأرض وتسمى العالم السفلي، لا يقطنها سوى الشياطين. وفي أحد الأيام نزل زحل من مملكته إلى الأرض، فهبط على جبل ساران، والذي يقع أسفل المملكة. ومن قمة ذلك الجبل أخذ زحل يتفرج بسرور على البشر، فهو قد اعتاد النزول من مملكته بين الحين والآخر ومراقبة بني البشر، لأنه يحب جنس الإنسان ويثق بهم وبإنسانيتهم. وبينما هو كذلك، إذ وقعت عيناه على فتاة جميلة فسره منظرها، والأكثر من ذلك شخصيتها، فأحبها. لم يطل به الوقت بعد ذلك حتى قابلها وتعرف عليها، ثم طلب يدها للزواج، لكنها شرطت عليه أن تبقى على الأرض مع والديها لتخدمهما، وأن لا يحملها إلى مملكته. فأخبرها زحل أنه لن يستطيع حمايتها بهذه الطريقة، لكنها أصرت على شرطها حتى وافق أخيرا. قام زحل بإيوائها مع عائلتها في منزل جميل في مكان سري داخل مملكة قومها، والتي تسمى مملكة ساران. وكان زحل يهبط إليها بين فترة وأخرى. وعندما علم أخوه الأصغر شقيف بأمر هذا الزواج، جن جنونه وثارت ثائرته، لذا عقد العزم على تدمير ذلك الزواج. فتسلل من العالم السفلي سرا واختبأ في جبل ساران، وانتظر نزول شقيقه حتى أدرك أخيرا هبوط زحل على الجبل وتوجهه نحو منزل زوجته. كان زحل يستعمل مهاراته الخارقة للتخفي عن العيون عند ذهابه إلى زوجته وعائلتها، كي لا يكشف المكان السري الذي أواهم فيه. لكن شقيف هو الوحيد الذي تمكن بفضل قدرته الخارقة من رؤية أخيه، فتتبعه حتى اكتشف من خلاله مكان الزوجة. وعندما غادر زحل، قام شقيف بمداهمة منزل الزوجة، فقام أولا بقتل والديها، ثم قام بضربها بشدة حتى أفقدها وعيها، ثم عمد إلى حملها ورميها من علو شاهق نحو خندق مائي، فاعتقد أنها ماتت. لكن شقيف لم يكتفي بذلك ولم يشفي غليله بعد، فقرر معاقبة كل سكان المملكة التي عاشت فيها زوجة زحل، نكالا بها وبوالديها لجرأتهم على مصارة الجن. فشقيف اعتقد بأنهم مخلوقات سامية، وأن على البشر أن يكونوا عبيدا لهم. فقام شقيف بالظهور بشكله الشرير وسط سماء المدينة، فأثار الرعب فيها. وعندما استرعى انتباه ملك ساران وجميع سكانها، خاطبهم بصوت مخيف وأخبرهم أنهم سيوجهون غضبه جراء تحديهم للجن، حيث سيقوم غدا باستدعاء مارد البحار العظيم، وهو وحش بحري فظيع ذو مجسات. وسيقوم ذلك الوحش الهائل بتدمير مملكتهم، كونها مملكة ساحلية
تقع قبالة المحيط، والطريقة الوحيدة لإيقافه هي عن طريق التضحية بإحدى فتياتهم العذراوات. وفي اليوم التالي ظهر بوادر لعنة شقيف، حيث اضطرب البحر بشدة وتكسرت سفن الصيد الصغيرة القريبة من الشاطئ بواسطة مجسات ذلك الكائن العملاق. فعلم السكان أن التهديد حقيقي، إذا قام مجلس حكماء المملكة فورا باختيار فتاة ما وتقديمها كقربان للمارد، حيث قام ذلك الوحش بالتهامها ثم عاد إلى البحر. ثم ظهر شقيف مرة أخرى وأخبرهم أن المارد سيظهر في نفس هذا اليوم من كل عام مطالبا بأضحيته، ولن يرضى سوى دماء شباب وشابات المملكة ما لم يقم سكان المملكة ببناء تمثال ضخم لشقيف على شاطئ ساران. الفتاة التي تم التضحية بها هي في الأصل فتاة محكوم عليها بالإعدام، تم جلبها من سجن المملكة، لكن حتى لو كان الأمر كذلك فلا أحد يستحق مثل هذه الميتة البشعة. لذا قرر مجلس الحكماء أن يتم اختيار الضحية القادمة عن طريق قرعة عامة تشمل جميع فتيان وفتيات المملكة بلا استثناء، عام للفتيان وعام للفتيات. وبالفعل فقد تسابق الجميع لبناء ذلك التمثال والذي يحتاج لإتمامه في الظروف الطبيعية إلى 20 عام، لكنهم أكملوه بعد 5 سنوات مكلفا إياهم إزهاق 5 من أرواح شبابهم وشاباتهم كأضاحي لمارد البحار. أما بالنسبة لزحل فبعد أن علم بما فعله شقيقه شعر بالحزن الشديد، ولم تعد له طاقة على مواجهة شقيف وقوته المتعاظمة، حيث أن شقيف يستمد طاقته من الخوف الذي يزرعه في نفوس البشر وهلعهم المتزايد منه ومن شياطينه، بينما تستند طاقة زحل على مشاعر الحب المتبادلة بينه وبين الناس. لذا فقد قرر زحل الانطواء في مملكته ولم يعد ينزل إلى الأرض أبدا. أما بالنسبة لزوجة زحل فقد حملها النهر بعيدا إلى المحيط، وكانت متمسكة بجذع شجرة صغيرة وهي تناضل للبقاء على قيد الحياة. فعثر عليها أحد الصيادين بزورقه الصغير فحملها معه وعاد إلى زوجته، وكان يقطنان بمفردهما في جزيرة منعزلة بعيدة عن مملكة ساران. وهناك اكتشف الصياد وزوجته أن المرأة حامل، لكنها كانت قد أصيبت بصدمة فلم تعد تتذكر أي شيء عن ماضيها. وبعد عدة أشهر وضعت زوجة زحل طفلا ذكرا، لكنها فارقت الحياة عند ولادته. فقام الصياد وزوجته بتربية الطفل والاعتناء به واعتباره طفلهما الذي لم يرزقا به، وقد أسمياه مروان. وبعد 25 عاما كبر مروان وأصبح شابا قويا وتعلم صيد السمك برفقة والده. وفي أحد الأيام كان مروان يقود قارب الصيد برفقة والديه حتى اقتربوا من شواطئ مملكة ساران، فشاهدوا تمثال شقيف الهائل والذي أمر شقيف سكان المملكة ببنائه، فاستجابوا له خوفا منه. لكن بعض المتمردين المقهورين من الذين فقدوا أحباءهم كقرابين لمارد البحار قد طفح بهم الكيل، فقاموا بتدمير التمثال حتى أسقطوه في البحر. وما أن فعلوا ذلك حتى ظهر لهم شقيف كدخان أسود انبثق من عنان السماء ويبدو عليه الانزعاج الشديد. أغمأ بيده فخرجت من العدم شياطين مخيفة تطير بأجنحتها كالخفافيش. قامت تلك الشياطين بمهاجمة المتمردين فقضت عليهم جميعا. ثم التفت شقيف إلى الساحل وحول غضبه إلى البحر، فأثار موشة عارمة اكتسحت سفن الصيد المتواجدة فحطمتها جميعا، حتى أن الموجة أدركت قارب مروان فقلبته،
فكان أنقذ والديه نحبهما غرقا، وعبثا حاول مروان إنقاذهما فلم يفلح، ففقد وعيه وهو متعلق بأحد البراميل الخشبية الطافية على سطح الماء. وأثناء ذلك مرت سفينة حربية تابعة لملك ساران، وقام طاقمهما بإنقاذ مروان، ثم تم اقتياده إلى قصر الملك. وهناك أبلغ الجنود ملكهم أن مروان هو الناجي الوحيد من هجوم شقيف الأخير. فتعجب الملك وتطلع إلى مروان ثم سألها: من تكون يا فتى؟ وكيف تمكنت من النجاة من هجوم شقيف؟ ولكن المفاجأة، وقبل أن يتمكن مروان من الإجابة انبثق من تحت الأرض دخان أسود سرعان ما تشكل على هيئة الجني شقيف. فحاول بعض الجنود المحيطين بمروان مهاجمة ذلك الجني، لكن شقيف رد الهجمة عليهم فشملهم بموجة من الدخان الغريب، وكان مروان من ضمن المشمولين بذلك الدخان. فما أن تلاشى الدخان إلا عن مصرع هؤلاء الجنود، باستثناء مروان الذي ظل واقفا. ذهل شقيف تمعا مطولا في عيني مروان، ثم قال: لو لم أرى ذلك بعيني لم أكن لأصدقه. تلا ذلك أن التفت شقيف إلى الملك وصاح: لقد تجرأتم علي، لذا سوف أرسل مارد البحار ليدمر مملكتكم كما دمرتم تمثالي. آنذاك جلس الملك على ركبتيه وهو يتوسل إلى شقيف أن يعفو عن المملكة. هنا قال شقيف: بعد 10 أيام سيحدث كسوف للشمس، وعندها سأبعث بمخلوق عزيز مارد البحار ليدمر مملكتكم ويجعلها أثرا بعد عين، ولن ينجيكم هذه المرة إلا التضحية بأميرتكم الغالية، ولن أقبل غير ذلك. كان مروان ينظر إلى شقيف وهو يعلم أن السبب في مقتل والديه، فكان على وشك أن ينقض عليه لولا أن تدخلت إحدى الفتيات فأمسكت بذراعه وقالت: لا تتعجل، انتظر الفرصة المناسبة، فلو هاجمته الآن لقتلك دون أن تهتز من بدنه شعرة واحدة. فنظر مروان إليها وقال: من أنت؟ قالت هي: اسمي زينة، وأنا جنية بعثني إليك والدك لحمايتك بعد أن علم أنك على قيد الحياة. استغرب مروان كلامها فقال: والدي ميت، فعن أي شيء تتحدثين؟ قالت: أتحدث عن والدك الحقيقي زحل زعيم مملكة السماء. كلام الجنية جعل الفتى يسرح في عالم آخر، إلى درجة أن شقيف قد غادر المكان دون أن يشعر به مروان. انتشر بين الجميع خبر عزم شقيف على تدمير المملكة في حال عدم التضحية بالأميرة ابنة الملك، لذا احتشد الآلاف من المواطنين على بوابة القصر مطالبين الملك بالخضوع لتهديد شقيف والتضحية بابنته من أجل إنقاذ المملكة. وجد الملك نفسه في وضع لا يحسد عليه، فجلس وحيدا وهو يفكر بحزن فيما يجب أن يفعل. وبعد برهة من التفكير التفت إلى مروان ونظر إليه باهتمام، ثم قال: أخبرتني الجنية زينة أنك ابن زحل، وهذا يعني أنك عبارة عن نصف جني ونصف بشري، والدليل على ذلك نجاتك من هجومين قاتلين من قبل شقيف. وبعبارة أخرى، فإنك تملك بعضا من قوى الجن الخارقة وبإمكانك مساعدتنا. رد مروان بالقول: أسف يا مولاي، أنا لست سوى بشري عادي، عشت طوال حياتي كبشري وسأموت كبشري. قال الملك: لا يمكن أن تنكر أصلك، كن كما أراد لك القدر أن تكون. الفتى الذي ينقذ مملكة والدته، ثم لا تنسى أن سبب شقائنا هو أبوك. أجاب مروان: أبي متوفي. غضب الملك وقال: أنا أتحدث عن زحل، فلو لم يتزوج ببشرية من هذه المملكة لما حدث ما حدث. قال مروان: لا أكترث بتاتا بزحل،
ولا أعتبره أبا لي، إنما أبي هو الصياد الطيب الذي رباني، والذي قتله شقيف مع أمي في عرض البحر. حاول الملك إغراء مروان بأن عرض عليه الزواج من ابنته في حال تمكن من إنقاذها، لكن مروان لم يبدي اهتماما بالأمر. هنا تدخلت زينة فقالت لمروان: شقيف يعلم بأنك على قيد الحياة، وهو سيسعى لقتلك لا محالة، والطريقة الوحيدة لكي تنتقم منه على ما فعله بوالديك هي بالقضاء على حيوانه المدلل مارد البحار، فإذا فعلت ذلك سيضعف شقيف كثيرا، حينها فقد تستطيع أن تسدد له الضربة التي فيها هلاكه. أطرق لحظات ثم قال: ولكن كيف سأقضي على ذلك المارد الجبار؟ قالت هي: هذا السؤال يجب عليك أن توجهه بنفسك إلى العرافات الثلاث اللواتي يسكن في دير العرافات، وهن ثلاث شقيقات ضريرات عجائز لا يملكن سوى عين واحدة يتشاركن فيها جميعا، ومن خلال هذه العين بإمكانهن أن يستشرفن المستقبل ويجاوبن على أي سؤال يطرحه أي مخلوق لهن. ومما لا شك فيه أيها الأحبة أن الغيب عند الله جل جلاله. قال مروان: إذن إلى دير العرافات سأمضي الساعة. وبعد ساعة كان مروان قد أعد العدة لرحلته الطويلة المضنية إلى دير العرافات. فقامت الجنية زينة بمرافقته، وكذلك بعث معه الملك أربعة من أشجع مقاتليه ليرافقه إلى حيث يمضي، حيث يبلغ مقصده. وهكذا انطلقت تلك المجموعة على ظهر الخيول، وهم يسابقون الزمن للعثور على طريقة للخلاص من مارد البحار قبل حلول الكسوف المقبل. وبعد مسيرة يوم توقف الجميع في أحد الحقول للراحة، وبينما كان مروان يمشي في الحقل إذ خطف بصره بريق ساطع، فتطلع نحوه فإذا هو مقبض ذهبي، فأمسكه مروان وإذا بنسل سيف بطار يشع من المقبض. وهنا جاءت زينة وقالت: هذا السلاح الفتاك هو هدية زحل إليك ليعينك في رحلتك هذه المحفوفة بالمخاطر. فما كان من مروان إلا أن ألقى بالسلاح أرضا، فاختفى النسل وبقي المقبض. رفعته زينة على الأرض لكنه لم يعمل معها، فقالت: ألا تريده؟ إنه لا يعمل سوى بقبضتك. فأجاب: لا أريد أي مساعدة من الجن، وسأثبت لزحل بأني بشري وسأكمل مهمتي إلى النهاية كبشري. وبينما هم كذلك إذ هبط من السماء بالقرب منهما حصان أبيض ذو جناحين، وكان في غاية الروعة والجمال. فاقترب منه مروان وأخذ يمسح على رقبته مفتونا به، فقالت له زينة: إنه هدية زحل أيضا، بعثه إليك ليعينك على ترحالك وأسفرك بأقصر وقت وأقل مجهود. لكن مروان رفض مرة أخرى ذلك العرض، فمسح على ظهر الحصان وجعله يطير عائدا من حيث أتى، مقررا في الوقت ذاته أن يكمل رحلته على ظهر حصانه العادي. قالت له زينة: أنت أحمق يا مروان، لا يوجد بشري على ظهر الأرض بإمكانه أن ينجح في القضاء على مارد البحار وشقيف معا، لكنك كونك نصف جني هو ما يؤهلك للنجاح في هذا المسعى، لذا عليك أن تتقبل حقيقتك وألا ترفض الهبات التي تعرض عليك. نظر إليه مروان ثم قال: أنت أيضا مرسلة من قبل زحل، لذا لن أصغي إليك. فقالت هي: أنا اخترت المجيء لوحدي ولم يجبرني زحل على ذلك، لذا فوجودي هنا هو بمحض إرادتي، ولن تستطيع منعي عن مرافقتكم، فأنا أحب البشر وقد اخترت أن أدافع عنهم كجنية بأقصى ما أوتيت من قوى، على عكسك تماما فأنت تملك القوى لكنك اخترت أن تدفنها، وفي ذلك تهور شديد منك يا مروان. فرد علي الفتى: ما قصتك يا زينة؟ لماذا تعيشين كالمختبئة بين البشر؟
أجابت هي: أنا أيضا سبق وأن أحببت فتى من البشر، وكنا على وشك الزواج، لكن أحدهم علم بذلك فقام بلعني فجعلني حبيسة الشباب إلى الأبد. ثم تنهدت وأضافت: ولك أن تعلم أن هذا الكلام قد مضى عليه أكثر من 1000 سنة. لكن مروان تأمل جمالها فقال: أأنت متأكدة من أنها لعنة أن تكوني جميلة وشابة إلى الأبد؟ قالت هي: قد تظن أنها نعمة، ولكنك لم تجرب أن ترى أحباءك يقضون نحبهم بفعل الزمن مرة تلو الأخرى ثم تتمنى الموت فلا تجده. إلى هنا لم تتحمل زينة فتساقطت دموعها، ثم مضت في طريقها ولم تلتفت. فطفق مروان يرعاها بعينيه حتى غابت عن ناظريه. وفي اليوم التالي اقترب الجميع من سفح الجبل المؤدي إلى دير العرافات، فقالت زينة: لم يجرؤ أحد من قبل على الاقتراب إلى هذا الحد، إنه مكان خطير للغاية. وما أن قالت ذلك حتى خرج لهم شقيف من العدم وعيناه تشتعلان نارا، وهو يحمل حربة سوداء هاجم بها مروان، فتصدى الأخير له وبرزه. فحاول أحد الفرسان التدخل، لكن شقيف ضربه ضربة حطمت سيف الفارس ورأسه ورأس حصانه، فذهل بقية الجنود من قوة شقيف وأحجموا عن التدخل، ما عدا زينة التي شاركت مروان القتال، حتى أجبر الاثنان شقيف على التراجع. ثم ركل شقيف الأرض فانشقت، ثم وثب داخل الشق واختفى عن الأنظار. هنا التفت مروان إلى زينة وشكرها على تدخلها فقالت: ألا ترى يا مروان أنك تستخدم قوتك كجني حتى دون أن تشعر؟ فمنذ متى وأنت تجيد المبارزة؟ ثم أنه لا يوجد بشري باستطاعتي أن يقف ندا لشقيف، لكنك استطعت ذلك لأنك ابن زحل. فرد مروان عليها باستياء: كفى أرجوك، كفى بالله عليك، فقد بات الأمر مزعجا للغاية. فقالت: كما تشاء يا مروان، لكن اعلم أن شقيف سيواصل تدخلته حتى ينجح في تحطيمك في النهاية ما لم تدعم لقدرتك وتستجيب لأصلك. تسلق الجميع الجبل حتى بلغوا دير العرافات، فكان عبارة عن أطلال حجرية تنذر بالشؤم وتشعر بضيق النفس في كل زاوية من زواياه. فاقتربت زينة من مروان وقالت له: اسمعني جيدا يا مروان، مهما يحدث الآن فلا تطلب من العرافات معرفة ما يخبئ لك القدر. وبينما هم كذلك إذ سمعوا حديث 3 أصوات مختلفة تتكلم معهم وكأنه صوت واحد. ثم ظهرت لهم العرافات العجائز 3 بمنظرهن الكئيب المخيف، وكن بلا أعين، لكن إحداهن كانت تمسك بيدها عينا كبيرة. فلاحظ مروان أن العرافة التي تحوز بيدها تلك العين يكون بمقدورها الرؤية والكلام كأحسن ما يكون. ثم تقوم بعد ذلك بتمريرها إلى شقيقتها المجاورة، فتتحدث هذه الشقيقة وتتحرك كما كانت تفعل الأولى. وهكذا يتناوبن الشقيقات على تمرير تلك العين العجيبة بينهن، ويتحدثن مع مروان والآخرين، وهن يكشفن في ذات الوقت عن أمور خاصة في أدق حياتهم الشخصية. استغرب مروان ذلك فتقدم منهن وقال: إذن فهذه العين بإمكانها أن تكشف أسرار ماضينا الدفينة. ردت إحداهن: ليس الماضي فحسب، بل الحاضر أيضا. رد مروان ببرود: كلا لا أصدق. قالت الأخرى: لما لا تصدق؟ أذكر أي شيء وسترى. وهنا قال: حسنا، أريد أن أعرف كيف السبيل إلى القضاء على مارد البحار. حينها نطقت العرافة التي تمسك بالعين قائلة: لقد كدت أن تخدعنا أيها الحادق بأسلوبك الماكر، فكما ترى لا يوجد في هذا العالم شيء مجاني، فإذا أردت الإجابة على سؤالك فعليكم أن تقدموا لنا شيئا بالمقابل.
تساءل مروان، وما الذي يا ترى تطلبانه أيتها العرافة الجليلات؟ أشارت العرافة إلى زينة وقالت: نريد من تلك الفتاة أن تقيم على خدمتنا حتى يوافيها الأجل. هنا قال مروان: من الذي يخادع الآن؟ فمن المؤكد أنكن حذرتن أنها خالدة، أي أنكن تطلبن منها أن تتحمل عجرفتكن ما دامت الحياة على الأرض. غير أن زينة خطبت مروان قائلة: لا بأس يا مروان، إذا كان ذلك ما يتطلبه الأمر لتكمل مشوارك فسأتقبله بسرور. لكن مروان فجأ بالقول: كلا يا زينة، ماذا تقولين؟ بالتأكيد أنا لن أرضى لك بذلك المصير أبدا. وهنا وأمام دهشة الجميع تحرك مروان بسرعة خاطفة، أسرع حتى من تفكير العرافات، فقام بانتزاع العين العجيبة لحظة تمريرها من يد إحداهن إلى الأخرى، ثم وقف على حافة الجبل وهددهن بإلقاء العين إلى الهاوية، ما لم يجبنه على سؤاله السابق. ذهلت العرافات من سرعة تحرك مروان وارتعبن من تهديده، فقمنا على الفور بالجواب على سؤاله بالقول: هناك بعد عبور نهر الموتى ستصادفون الحيزبون، وهي امرأة متوحشة لها جسد أفعى، شعرها عبارة عن ثعابين صغيرة، ولها القابلية على تحويلك إلى صخرة بمجرد النظر إلى عينيها. قالت زينة: وكيف سنجبر تلك المخلوقة على مرافقتنا؟ رد مروان: الأمر سهل يا زينة، لن نجبرها على مرافقتنا، بل سنأخذ رأسها فقط. ثم أعاد مروان العين إلى العرافات، ولما استدار ليرحل وإذا بالعرافات يخاطبنه بالقول: ألا تريد أن تعرف ما يخبئ لك القدر يا فتى؟ هنا التفتت زينة إلى مروان وقالت: لقد حصلنا على ما جئنا من أجله يا مروان، فهي أرجوك لنمضي في طريقنا، وتذكر ما قلته لك أسفل الجبل. كانت هي تشير إلى مغبة معرفة ما يخبئ له القدر، لكن مروان التفت إلى العرافات وأشار لهن بالكلام، فقلنا له: لن تضطر لإكمال هذه الرحلة يا فتى، لأنك ستموت خلالها. ثم ضحكنا جميعا ضحكة مزعجة. التفت إلى زينة فشاهد الدموع في عينيها وهي تقول له: لا تصدق هذا الكلام يا مروان، فلا أحد حقيقة بإمكانه أن يعرف المستقبل حتى وإن كان يملك عينا عجيبة. رده: إذا كان الأمر كذلك فلماذا ترتعشين وأنت تقولين هذا الكلام؟ ثم تركها ومضى لحال سبيله. وصل الجميع في رحلتهم إلى أماكن لم تطأها من قبل أقدام الأحياء، فلقد بلغوا نهر الموتى، وكان نهرا غامضا لا ترى ضفته الأخرى من شدة الذواب. قالت زينة: هذا النهر لا يعبره إلا الموتى. وفي تلك الأثناء شاهد مروان على الأرض قطعة نقدية من الذهب الأحمر النادر، فحملها ووضعها في جيبه، ثم تقدم أحد الجنود ليخوض مياه النهر، فنادته زينة بألا يفعل. وهنا اقترب غراب من النهر وحاول الطيران فوقه، وما أن فعل ذلك حتى سقط جثة هامدة، فأشارت زينة إلى الجندي وأوضحت له أن حاله كان سيكون كحال هذا الغراب تماما. قال الجندي: وكيف سنعبر النهر؟ ردت زينة: الطريقة الوحيدة هي أن نستقل قارب الخفير. تساءل الجميع: وما الخفير؟ أجابت زينة: إنه شيطان مكلف بإيصال الأرواح الضالة إلى الضفة الأخرى، ولكن لكي تصعد على متن قريبه فعليك أن تدفع له. وهنا أخرج مروان قطعة النقد التي عثر عليها وقال: ما باليد حيلة، ثم رماها في النهر، وما هي إلا لحظات حتى انشق جدار الضباب بواسطة قارب عتيق يقوده مخلوق مقنع لا تظهر منه سوى عيناه الصفراوان. قالت زينة: اركبوا ولا تنظروا إلى عينيه أو تنطقوا بحرف واحد أبدا. ركب الجميع القارب فحرك الخفير مجدفه منطلقا بهم إلى الضفة الثانية حتى بلغوها بسلام.
فنزلوا وابتعدوا عن النار المخيف. قالت زينة لمروان: أنت تعلم أن قطعة النقد التي عثرت عليها هي هدية من زحل. قال مروان: أجل، ولذلك قلت عندما رميتها ما باليد حيلة. قالت زينة: وكذلك عندما اختطفت العين من العرافات فلقد تحركت أنت بسرعة تضاهي سرعة الجن. قال هو: أعرف ما تحاولين قوله، وجوابي يبقى دائما هو لا، لن أرضح لطبيعة الجن وسأظل دائما وفيا لجانب البشري. قالت زينة: سنرى بهذا الشأن في قادم الأيام يا مروان. وصل الجميع أخيرا إلى نهاية رحلتهم إلى مقر الحيزبون الفطيحة، فشاهدوا العديد من التماثيل الحجرية لرجال حاولوا القضاء على الحيزبون، لكنها أحالتهم إلى حجر بنظرة واحدة من عينيها الساحرتين بكل ما في الكلمة من معنى. دخل الرفاق مقر الحيزبون بحذر شديد، لكن الأخيرة استقبلتهم بثلاث سهام قاتلة من قوسها، أصابت صدر أحد الجنود فأردته سريعا. آنذاك أمر مروان الجميع أن يتفرقوا ويختبئوا بين الأطلال وأن يحذروا من النظر إلى عينيها. انسلت الحيزبون بخفة الأفعى بين أطلال المكان حتى ظهرت أمام أحد الجنود، فتفاجأ الأخير بها وما أن نظر إليها حتى أحيل إلى حجر صلب، ثم ضربته بذيلها فدمرته تماما. ذهل بذلك الجندي الأخير الذي كان يقف إلى جانبه، فأغلق عينيه وأخذ يلوح بسيفه كالمجنون وهو يصرخ، لكن الحيزبون رمته بسهم اخترق فخذه. فصرخ الجندي وهو يرفع رأسه إلى الأعلى ويفتح عينيه على اتساعهما، فما كان من الحيزبون إلا أن تدلت من السقف ونظرت نحوه، فما أسرع ما تصلب جسده تلا ذلك أن سقط أرضا وتحطم. ثم التفتت بعد ذلك إلى مروان فشاهدته يركض هاربا بين الأطلال، فأخذت تقذفه بنبالها، لكن سرعة جري مروان حالت دون أن تصيبه بواحد منها، فطاردته حتى أوشكت أن تطله بمخالبها. وفجأة صرخ مروان وهو يقذف بنفسه منبطحا على الأرض وقال: الآن. هنا ظهرت زينة من خلف أحد الأعمدة الحجرية وفجأت الحيزبون بضربة خاطفة من سيفها، لكن الحيزبون أخفضت رأسها في اللحظة الأخيرة فنجت رقبتها، غير أن بعد ثعابين شعرها لم تسلم من حد السيف. التفتت الحيزبون بغضب نحو زينة، فأغمضت الأخيرة عينيها وزحفت مبتعدة وهي تنادي مروان كي يساعدها. لم يدري مروان ماذا يفعل، فهو لا يقدر أن يهاجم الحيزبون دون أن ينظر إليها. وهنا أتته فكرة عاجلة فنفذها على الفور، إذ حمل ذراعه اللماعة وكانت كالمرآة، ثم ضرب بسيفه ذيل الحيزبون فقطعه، فالتفتت إليه وهي غاضبة وهجمت عليه بشرسة، فما كان من مروان إلا أن نظر إلى انعكاس صورة عدوته على درعه، فاستطاع أن يحدد موقعها بدقة، ثم أغلق عينيه وقفز صارخا وهوى بسيفه عليها. أخذ جسدها يتخبط هنا وهناك حتى توقف عن الحراك، وهكذا تم أخيرا القضاء على الحيزبون الشريرة. فقام مروان بوضع الرأس في كيس ثم خرج مع زينة من مقر الحيزبون، وبينما هما يتنفسان السعداء بعد انتصارهما الأخير، إذا بشقي يهجم على مروان من الخلف يحاول طعنه بحربته، فانتبهت إليه زينة فسارعت وحمته بجسدها وهي تصيح: انتبه يا مروان. فجاءت الطعنة في صدرها فسقطت وهي تشهق بصعوبة. ذهل مروان مما حدث فتأججت نيران الغضب في صدره، فرفع سيفه وتطاحن مع شقيف، لكن شقيف استطاع أن يكسب المعركة ويحطم سيف مروان،
فسقط الفتى وأخذ يزحف مبتعدا عنه. ضحك شقيف وأخذ يهزأ به ويقول: أجل، ازحف هكذا كالدودة أيها لاجين الذي تشاصر على أسياده. بلغ مروان زينة وهي تحتضره فقال لها: لماذا ضحيت بنفسك لأجلي يا زينة؟ كان يجب أن أموت أنا في هذه الرحلة، أتذكرين ذلك؟ قالت والدموع تنحدر من عينيها: مصيرك لا تحدده تفاهات العرافات، بل أنت الذي تصنع مصيرك بيدك يا مروان. ثم وضعت بين يديه سلاح ذو القبضة الذهبية، فنهض مروان وقد قرر أن يكرم عيني زينة بقتله لشقيف، فأمسك بمقبض السيف وما أن فعل ذلك حتى شع من المقبض نسل بطار، فدهل شقيف لكنه وصل هجومه على مروان. فتفاجأ شقيف هذه المرة بصلبة مروان واندفاعه الشديد في القتال حتى تحطمت أخيرا حربة شقيف، فطار الأخير في الهواء وهو يقول: انظر إلى الشمس أيها الهجين، ها قد بدأ الكسوف الآن، لم يتبقى لديك وقت لتنقذ الأميرة. ثم اختفى في السماء. نظر مروان إلى زينة فشاهدها وقد تحولت إلى شعاع أبيض سرعان ما تلاشى، فقال: كنت محقة يا زينة، كنت دائما على حق، كان يجب أن أتقبل أصلي، فليس في ذلك عيب ولا إنقاص من جانب البشري على الإطلاق. وبينما هو كذلك وإذا بالحصان الطائر الأبيض يهبط بالقرب منه، فسر مروان كثيرا وأدرك أن أباه زحل لم يتخلى عنه حتى وإن أنكره مروان في أغلب الأوقات. وهكذا ركب مروان حصانه وانطلق يسابق به الريح نحو مملكة ساران حتى بلغه قبل انتهاء الكسوف بدقائق، لكن شقيف كان قد بث شياطينه في الأجواء لاعتراض سبيل مروان عند وصوله، فجرد مروان حسامه ومزق جناحي كل شيطان يعترض طريقه حتى بلغ أخيرا المنصة التي علقت به الأميرة تمهيدا للتضحية بها. وفي تلك الأثناء هاج البحر وماج، ثم ظهر مارد البحار بكل جبروته، وخاض البحر حتى بلغ منصة الأميرة، فأخذت الأخيرة تصرخ حتى كاد أن يغمى عليها من هول المصيبة. ولما قرب المارد رأسه ليلتقف الأميرة وإذا بمروان يقف أمام الأميرة ثم يكشف من الكيس عن رأس الحيزبون، فلما نظر المارد إلى عين الحيزبون إذ فجأة أخذ التصلب والتحجر يستولي على أطرافه ومجساته، فأخذ المارد يزعق زعيقا هائلا يكاد يصم الآذان، ثم سقط أخيرا وقد تحطمت أجزاؤه في كل مكان من المحيط. وهكذا تغلب مروان على مارد البحار العظيم، أما شقيف فقد كاد أن ينهار بعد أن شهد مصرع مخلوقه المفضل، فنظر إلى مروان وهو يحتدم غضبا وحاول مهاجمته، لكن هنا ظهر زحل وأطلس كلاهما ووقفا جنبا إلى جنب مع مروان. قال زحل: انتهى أمرك يا شقيف، لم تعد قويا بما يكفي. لكن شقيف وصل صراخه واندفاعه، فقام الثلاثة بضربه بأسلحتهم فتقهقر شقيف إلى أعماق الأرض السحيقة. قال أطلس: لقد عاد إلى العالم السفلي وسيظل محتجزا فيه إلى أن يموت. تلا ذلك أن التفت زحل إلى مروان وطلب منه السماح لأنه لم يكن يعلم بشأنه، فما كان من مروان إلا أن عانقه. ثم تقدم الملك من مروان وشكره على إنقاذ ابنته وأخبره أنه لازال على وعده بتزويج الأميرة له، لكن مروان اعتذر لها. فتعجب الجميع باستثناء زحل الذي قال: يبدو أن قلبك مشغول بفتاة أخرى يا بني. رد مروان: يا أبي، الفتاة التي أفكر فيها قد رحلت. قال زحل: ربما من الأفضل أن تعيد التفكير بكلامك هذا،
قال ذلك وهو يشير إلى فتاة تقترب من مروان وتمسك بيده. فالتفت مروان مبهورا بها وهو يقول: زينة، أنت على قيد الحياة. قالت بسعادة: طعنة شقيف أزالت اللعنة عني وجعلتني فتاة عادية، بإمكاننا الآن أن نعيش وأن نشيخ معا يا مروان. ثم تهاطلت دموع الفرح من عينيها، فأخذ مروان يمسحها من على خديها وهو في أشد السرور وأتم السعادة. وبهذا أيها الأصدقاء نكون قد وصلنا إلى نهاية القصة. بعد أن استطاع مروان أن ينقذ المملكة من شقيف ومن وحشه المخيف. وأما أنا أستودعكم الله ونلتقي معا في قصص قادمة. سلام.